نأتي لك لومنا يا رب. يا رب لا اسمك القدوس يا رب لمجدك العظيم اللي غامر هالدنيا كلها سوا يا رب هالكون كله يا رب اللي غامر قلوبنا يا رب بسعادة وفرح يا رب بطمأنينة وسلام يفوق كل عقل يا رب. يا رب نرفع لك كل الإيمان والمحبة والنعمة الموجودة بقلوبنا يا رب لاسمك يا رب لمجدك العظيم يا رب ومنقدس اسمك يا رب كل لحظة بحياتنا يا رب. نصلي كمان دايما لغيرنا يا رب للناس يلي مهجرة يا رب لبيوتها يا رب في ناس عم تنام بالشارع يا رب نصلي لهم من كل قلوبنا انه تكون مشيئتك المقدسة الصالحة يا رب بحياتهم. نحن بنعرف يا رب هذا تدبير منك انت يا رب دايما انت بتغمر العالم كله برحمتك وبمحبتك بس كمان في تدبير منك. نحن علينا يا رب نصلي دايما لكل الناس يا رب لان نحن وقت بنشوف سلامك وقت بنشوف طمأنينك ونعمتك وبركاتك كل يوم تبعتنا اياها يا رب ما فينا الا ما نصلي لكل الناس كمان يا رب تغمر من هالبركة السماوية يا رب ومش بس تغمرون بركة سماوية بتسديد احتياجاتهم يا رب حتى تغمرون كمان بركة كلمتك يا رب وتفوت على قلبهم
ويا رب ياخذوا نعمة الخلاص من عندك. ونصلي لكل إنسان بحاجة لهالنعمة، مشرد نايم على الطريق، مهموم، ما عنده حدا إلا ما يرفع صلاته إلا لنعمة ربنا. يا رب دايما بنصلي، لأن احنا بنعرف إنه الصلاة والصوم هن بيعملوا يا رب دايما يعني قوة سماوية كتير كبيرة يا رب، بتشق البحور يا رب، بتعمل عجايب، وبتوصل دايما كلمتك لأعماق قلوب البشر يا رب. شكرا. اليوم بدنا نتأمل شغلة كمان راح تحبوها، هي وعد الرب دايما للإنسان، بيكون وعد مبني على كلمته بالصدق والحق. وقت ربنا وعده لإبراهيم وقت كان عمره 70 سنة إبراهيم، وسارة كان عمرها 60 سنة أصغر منه ب10 سنين، وقت وعدهم إنه راح يجيهم ولد، لأن كانت مرته لإبراهيم عاقر، أكيد بتعرفوا هيدي القصة، شي طبيعي بقى. كان إبراهيم مستقبله للرب يسوع المسيح كواحد كإنسان غريب مارق بمنطقته، وقد ما كان كريم ومحب عزمه وعمل له وليمة كتير كبيرة، ذبح له خروف، وقد ما انبسط الرب من كرم إبراهيم ومن محبته للناس قال له راح مرتك راح تحمل وراح يجيك ولد، وهذا وعد مني أنا. هون إبراهيم اتضحك، بس بيضحك بصدق مش استهزاء، يعني انه يا رب انه هلا عم توعدني من بعد هالعمر الطويل 70 سنة. وسارة كمان اتضحكت بقى، الرب شاف قلبهم يعني ضحكي انه هيك، انه يا رب شو هلا بهالعمر عم تعطينا اياه. بقى هالضحكة هيدي ما زعل من الرب، بالعكس قدرها. بس شوفوا وعد الرب شديش كان عظيم. هلا طول وعد الرب، طول 30 سنة، يعني 70 سنة كان عمره، اجى اسحاق من بعد 29 سنة، طولت الامور كتير كتير. هيدا توقيت الرب، هيدا شغل الرب. دايما بنحن بننتظر الرب، وهو بيقول لنا دايما انتظروا الرب، ايه وان البركة آتية، يعني دايما هيدي بيقول لنا اياها، لان بيقول الرب انه توقيتي غير توقيتكم وافكاري غير افكاركم. دايما نحن بنفكر انه الرب يفكر مثلنا، ونحن دايما مستعجلين على البركه، وتوقيتنا دايما بدنا اياه سريع وقت نطلب البركه. لا، الرب بيقول توقيتي غير توقيتكم وافكاري غير افكاركم. وبطرس قال انه سنه واحده عند الرب هي كالف سنه عند البشر، وسنة هذا وألف سنة عند البشر هي كيوم واحد عند الرب. نحن ما بنعرف هالشي، هيدا يعني علاقة دائما البشرية مع الآب السماوي، علاقة بتختلف بالتوقيت وبتختلف بطريقة التفكير يعني. ومن هيك بيقول طرقي غير طرقكم وأفكاري غير أفكاركم. هلا من بعد 29 سنة إجا إسحاق، انبسطوا قد الدنيا اكيد لو من وعد الرب وهيك شيء. بعد منها بشي 27 سنة ماتت سارة، وكان يحبها كتير كتير. بس قبل 29 سنة سارة قالت له لابراهيم، قالت له من بعد 15 سنة، من بعد 15 سنة، وقت كان صار عمره ابراهيم 85، يعني من بعد 15 سنة، قالت له بما انه الرب وعدك بولد، طيب وانا عاقر، روح نام مع هاجر يلي هي جارية مصرية. ابراهيم عمل مثل ما بدها سارة، عشرة لهاجر وجاب منها اسماعيل. بس مش هيدا هو مخطط الرب. مخطط الرب انه من نسل ابراهيم، هلا شوفوا كيف رح تطلع قصة النسل، يعني من نسل ابراهيم بده يكثر ويبارك كل سكان الارض، وكل يعني رح تمتلئ الارض من سكان من نسل ابراهيم. بقى من هيك بس اجى اسحاق باركوا الرب، وبعدين بعد 27 سنة ماتت سارة. بس الرب اخذ اسحاق هو الاساس للشعب، لان اخذ ليش الاساس، اعتبر انه وعده مش بس كان لابراهيم، كان لابراهيم ولسارة. يعني دائما الرب وقت بيوعد ما بيوعد كشخص، بيوعد كعائلة، لأن عنده العائلة مقدسة
ايه والبي والام هن الاساس، مش بس البي يعني. وراح تشوفوا هلا من اسحاق بلش يجوا الاباء الاولين، والشعب الشعبي اللي اختاروا الرب يعني. اجا كان ابراهيم، بعدين اسحاق، بعدين يعقوب وعيسو، وبعدين 12 سبط لاسرائيل يلي هو اسرائيل قلنا امبارح عنه انه يعقوب. وبلشت تكبر. هلا كانكم بتلاحظوا لتعرفوا انه ربنا بده دائما الواحد مش بس للانسان يعني. كيف عطى الجنة، عطى لادم ولحواء مش بس لادم. ونفس الشيء عطاه الولد لابراهيم يلي بده يجي منه نسل الشعب المختار او شعب الله، عطاها لابراهيم وساره مع بعضهم. لان من بعد ما ماتت ساره اتجوز ابراهيم، اتجوز مره اسمها قطوره وجاب منها 6 اولاد، بس ما لهم اساس بالوعد هودي. حتى من بين الاولاد اللي اجاهم واحد اسمه مديان سكن بصحراء سيناء مطرح ما كان الشعب المصري، مع مطرح ما كان شعب الله عم بيبرم ب40 سنة بصحراء سيناء بأمر من الرب، لأن عصاه للرب وما قدر على جيبه. وموسى اتجوز من مديان، من هيك بيقولوا إنه هذا موسى اتجوز بنت من المديانيين. المديانيين اللي هن راجعين ل ابراهيم بس من مرته قطوره. وهودي بالنسبه لنا ما مشي، لان واحد الرب كان لاسحاق بس. ولو تجوز ابراهيم يعني جاب ولد من هاجر اسمه اسماعيل، ما له علاقه بالوعد، ما له علاقه بشعب الله المختار. وجاب ولاد كمان ابراهيم من قطوره، ايه كمان 6 اولاد كمان ما لهم علاقه بالوعد. لان هون كمان بنشوف انه وعد الرب دائما مش بس لشخص، لعيله، عيله مقدسه دائما من الرجال والمراه. ومن هيدا من هودي العيله بجيب نسل اللي بده اياه ربنا. يعني كثير هيك ملفت للنظر، لان هوديك ما يعني هاجر هي وابنها ما كان له علاقه بالوعد. وقطوره من هيك هلا انا عم بقراها تعجبت يعني، انه قطوره ما له علاقه، قطوره يعني مرت ابراهيم الاخرانيه ما له علاقه بالوعد ولو جاب من اولاد. ايه بقى دائما الرب وعده دائما لعائله مش لشخص. يعني كان وعده لابراهيم، ابراهيم وساره يعني. وحتى قد ما حفظ له على الوعد، وقت نزل ابراهيم وسافر على مصر بدون ما يقول له للرب، بدون ما ياخذ مشورة الرب، كذب هونيك على فرعون. ايه وقام فرعون اخذ اخته، قال له لفرعون هيدي اختي. بقى كمان ليحفظ الرب هالوعد هيدا انه بده العيلة تكون مقدسة، ظهر له لفرعون بالليل قال له رد له اياها، هيدي مش اخته هيدي مرته. يعني ظهر له ملاك الرب لفرعون قال له رد له اياها هيدي مش اخته، لحتى ما يصير في علاقه فاسده وتتوسخ العلاقه الجنسيه بين مع ساره من العالم الفاسد، عالم هودي الوثنيين والاصنام وهيك شيء. بقى حفظ لها على طهارتها، وظلت امراه ابراهيم الطاهره. حتى كمان رجع اجى مرة تاني كمان واحد اسمه الملك ابي مالك، ملك بدوي بصحراء سيناء، كمان طلب انه ياخذها، قال له لا هيدي اختي. قال له ما قلنا بالاول اختي لشوفتك، هيدي قلنا بالاول انه زوجتك، ليش عم تقلنا اختي؟ بقى لحتى دايما يحفظ الرب كل هودي خبرنا اياهم الرب، ليحفظ الطهارة والسر المقدس بالعيلة مش بس لشخص يعني. اللي كان الوعد كان لابراهيم ولسارة، ومن هودي بس اخذ اسحاق هو المولود حسب وعده. ومن هيك قال له قدم لي اياه ذبيحة على جبل الهيكل المقدس وموريا. شكرا يا رب على نعمتك، شكرا على نعمتك اللي بتحفظ فيها العيلة مقدسة دايما، بتحافظ على كل فرد منها. يا رب نشكرك من كل قلبنا على هيك نعمتك بالكلمة، وعلى ابتهاجك لإلنا بالكلمة وتفسر لنا إياها وتعطينا نعمة. يا رب هيدي نعمة كتير نحن كتير فرحانين. ونرفع كل شخص سلم قلبه للرب، السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب. تأكد أنك أنت اليوم انكتب اسمك بسفر الحياة. تعالوا مع بعضنا نوقف بفرح بكل شخص رجع لعند الرب.
وانت اذا رجعت اليوم لعند الرب قول للعالم انا دايس على عسلك يا عالم، انا بإلهي شبعان. دايس على عسلك يا عالم، انا بإلهي شبعان. مر المير اللي بتعطيها عمر ما تروي العطشان. دايس على عسلك يا عالم، انا بإلهي شبعان. مر المير اللي بتعطيها عمر ما تروي العطشان. أنا يسوع انت فيني، قلبي بحبه مليان. دايس على عسلك يا عالم، أنا بإلهي شبعان. مر المي اللي بتعطيها عمر ما تروي العطشان. خلاني ملك وسلطان، ملك وسلطان. أنا نفسي أبي فرحاني بابن الإنسان، بدم اشتراني وخلاني ملك وسلطان. لا فلوسك ولا ذهبك ولا حتى كنوز الدنيا كمان مش رح اقبلها. لو كانت على عرشك رح بتملكني زمان. لا فلوسك ولا ذهبك ولا حتى كنوز الدنيا كمان مش رح اقبلها. لو كانت على عرشك رح بتملكني زمان. مهما تحاول تلريني او من مجدك تعطيني، مهما تحاول تبريني او من مجدك تعطيني. انا يسوع مكفيني، قلبي بحبه مليان. دايس على عسلك يا عالم، انا بإلهي شبعان. مر المي اللي بتعطيها عمر ما تروي العطشان. مهما تتزيد بعيوني بتبقى عريان. وإذا فكرك اسجد قدامك انت غلطان. مهما تتزين بعيوني بتبقى عريان. وإذا فكرك اسجد قدامك انت غلطان. ولعلمك انا ما بسجد انا ولا ركبي بتركع. مهما كان انا قلبي غتنى يوم اللي انحنى قدام اللي بيمن الاكوان. ولعلمك انا ما بسجد انا ولا ركبي بتركع. مهما كان انا قلبي غتنى يوم اللي انحنى قدام اللي بيمن الاكوان. مهما تحاول تغريني او من مجدك تعطيني، مهما تحاول تغريني او من مجدك تعطيني. انا يسوع مكفيني، قلبي بحبه مليان. دايس على عسلك يا عالم، انا بإلهي شبعان. مر المي اللي بتعطيها عمرها تروي العطشان.